يا شريف اهلا بيك. اهلا وسهلا، وصلنا بالسلامه. وانت نازل من السما كده قول لي احساسك كان ايه وفكرت في ايه وانت نازل؟ ما فكرتش في حاجه. بص، هو انا كنت عايز افضل فوق شويه، واحلى حاجه في الليله دي الجزء اللي انا دخلنا جوه السحابه، فزي ما كنتش متوقع ان هبقى جوه السحابه بنفسي وتيجي في وشي وفي عيني وكده، فدي بالنسبه لي كانت حاجه فظيعه. وانت بتعمل اي مغامره عاده بتفكر تخلصها امتى ولا بتعيش الوقت وما بيهمكش؟ اللي انت قلته ده، بعيش الوقت ما بيهمنيش. ما بيهمكش خالص؟ لا. لو كان وراك مغامره بتجازف وتصحى وتطبق زي النهارده؟ لا طبعا، انا بحب انام، وحتى لو مسافر بره بشوف الطياره اللي هتقوم من الساعه 2 3 الظهر عشان ما اصحاش بدري او ما اطبقش، بس عشان خاطر اهل اسماعيليه حبايبي طبقنا بقى عشان نيجي نشوف اسماعيليه وجمالها. مش مصدق نفسي بجد، بلد حلوه من فوق ومن تحت وباهلها طبعا كمان. الاسماعيليه انت واقف في مكان تم تطويره من بعد ما كان منطقه عشوائيه وبقى مكان هايل جدا، قول لي رايك في المكان. كان في عشوائيات في الحته دي، بقت حاجه خرافيه. شفت قناه السويس الجديده والقديمه؟ اول مره تزور اسماعيليه، نفسك تجرب ايه من الاكلات الاسماعيليه؟ مانجا. بس كده؟ عايز اكل مانجا. ما نفسكش في السمك؟ لا انا عايز اكل مانجا. طيب. لا اكل سمك وحلي مانجا. باداء المذيع عايزك تعمل انترو كده الاسماعيليه وتدعو كل الناس تيجي يشوفوها. طيب 3 2 1 يلا. بصوا يا جماعه، احنا دلوقتي في اسماعيليه. اسماعيليه من طبعا مدن القناه، مدن القناه زي ما حضراتكم عارفين، اسماعيليه والسويس وبورسعيد. اسماعيليه مشهوره بالاكل، اكلها حلو قوي، اهلها لذاذ جدا. طبعا النادي الاسماعيلي، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. وحصل فيها تطور غير عادي، حاولوا تيجوا تزوروا اسماعيليه هتتبسطوا قوي. في اماكن كتيره ممكن تزوروها، التمشيه والممشى الجديد هتتمشوا عليه، فسحه حلوه قوي، اكل حلو قوي وناس حلوه قوي. اسماعيليه. طب ممكن نسمع الفويس نوت اللي انت سجلتها قبل ما تعمل سكاي دايفنج النهارده في اسماعيليه؟ احساسي الحالي ان هم انا ما نمتش ومطبق وتعبان وجعان وعطشان. كنت احب ان احنا في الصيف اكتر، عشان وانا راجع كده ان شاء الله هجيب لي قفصين مانجا من هناك، بس ده مش هيحصل برضو علشان مفيش مانجا. والسلام عليكم ورحمه الله، وتحيه مصر، وباي باي يا شرف، ونشوفك كمان شويه. بقول لنفسي باي باي.